ايوه سلام يا اخوي. ومين قال سلم؟ اطلع من الدوام الساعه 12 ونص، اروح اجيب ريم من المدرسه واجيب فهد من المدرسه. فهد هلا، صب القهوه لعمك. ابشر. بقول لك ابو ناصر، مهم جدا تعطي جزء من وقتك لاطفالك. يبا عشان متى بتطلع نتمشى؟ يبا عندنا ضيف دحين، بعدين نتفاهم. يبا اضرب الوقت تقول عندنا ضيف بعدين نتفاهم. اسلم يا مربي الاجيال، ولدك حطك امام الامر الواقع قدام الناس وتحتاج جواب مباشر عشان تسعد الحلوين. لا تشيل هم، الخطه موجوده وجاهزه. حمودي وريوب امورهم واضحه، واضح حمودي راعي كوره وريوب اطلق كوافيره عرايس. استلم عندك، خذهم الوينتر وندرلاند واضرب عصفورين بحجر. هو يدخل فوت بارك والفعاليات الرياضيه، وجنبه مهرجان وورد ليجو تلعب فيه ريم وخواتها لما يطلع اللي براسهم كله. ادري عبودي جو غيره عليه طلعات غريبه، لكن لا تشيل هم، استلم المكان الثاني ودهم الرياض بوليفارد، وتحديدا كانديليشز، خله يطلع حرته ويلعب في الحلويات لعب. وطبعا اكيد عندك خيارات غير هذولي قد ما تبي، الفعاليات الثلجيه، ايس رينك في وينترلاند، يا ابن الحلال عندك خيارات واجد. كل اللي عليك انك تحمل برنامج الموسم وتتابع كل شيء جديد. شكرا لكم، مع تحيات الهيئه العامه للوناسه قسم النصائح.